كلمة اللي يعتدلون من مدوا السلاح، يعني كأنه إسرائيل في ذلك الوقت كانت محتاجة للسلاح. في عمرة المخازن وسباقيا عمرة المخازن وبالأسلحة الفرنسية ركعت العرب صباح دوغول، يعني صديق العرب وما هوش لازم باش نغضبوا. طبعا جماعه اصدقائنا نتاع المعسكر الاشتراكي الاستراتيجيه نتاعهم هي فرنسا، دوغول راه ضد الامريكان ضد الراسماليه وباغي يخرج من الوطن، لازم نساعده شويه لان هذيك نقطه ضعف، نقطه ضعف نتاع الغرب لازم نضربه من نقطه ضعف، وهذا حساب غلط. حتى اصدقائنا نتاع المعسكر الاشتراكي بعض الاحيان يحسبوا رواحهم علماء كبار ولكن مسائل تافهه ما يفهموهاش. لازم نحكي لكم على كل المسائل هذه باش تعرفوا في المعركة. إذا لما قلت البترول كان واحد شريوا عندنا انتم البترول جماعة المعسكر الاشتراكي قال نمدوكم الفنيين، ما فيش موقف سياسي علني. العرب كاش ما فيه فلوس ساعدونا في القضية هذه؟ ما عندناش لا علينا. احنا كنا عاملين حسابنا على أساس أن المعركة هي معركتنا اللي وقعت في 73 في المشرق. لازم تعرفوا الأرضية كلها بعد ما نرجع للمغرب. اللي وقعت في 73 بعد 73 في المشرق له علاقة بما يجري اليوم في المغرب. كيف؟ لماذا؟ في 73 بعد ما وقعت الحرب الامريكان دخلوا بقوه، خصوصا بعد ما الاسرائيليين عملوا عمليه عبور مضاد لما عملوا العبور المضاد هذاك وجاوا مروحين القاهره وبداوا يصفيوا في المؤخره نتاع الجيش المصري، وهذه غلطات نتاع القيادات سواء السياسيه او غيرها. في ذلك الوقت الامريكان دخلوا، في ذلك الوقت بالذات قال احنا مستعدين ندخل باش نتحل بشرط. بشرط. هو الشرط هذا نتكلم عليه فيما بعد. من ذلك الوقت الامريكان دخلوا في القضيه نتاع المشرق وصبحوا هما اللي يلعبوا الدور الاول. اصبح مفتاح القضيه في المشرق بين يدين الولايات المتحده. والولايات المتحدة الآن تعمل وهذه نقطة مهمة جدا تبعوني فيها، تعمل باش تنهي ما يسمى بالثورة الناصرية، واللي ما كان في ذلك الوقت عبد الناصر كان يسميها ثورة 23 يوليو. يعني باش تنهيها يعني على مستوى المكاسب الشعبية، جعلها بين قوسين ماترس لا ريفوليسيون، سميوها لا ريفوليسيون دي 23 جوي اونتر بارونتيز بين قوسين، قالوا انتهت. انتم يا جماعه يا المصريين واحد النهار من نهارات الرئيس نتاعكم اللي كان يسمى عبد الناصر غلط في حق امريكا، في حق الولايات المتحده، هذه الدوله العظمى، هذه الدوله الغنيه، هذه الدوله اللي تعشقوا فيها بزاف. اذا لازم تصلحوا الغلطه التاريخيه نتاعكم فيها. وتنساوا كل هذيك 18 سنه نتاع الكفاح وكل هذيك المكاسب الشعبيه لازم تكنسوها. ولازم العملاء اللي كانوا يخدموا معنا في السيع كما المعروف تعرفوا القصه نتاع اولاد امين معروفه، يعني كان واحد منهم كان يشتغل عضو من العناصر الكبار نتاع وكاله المخابرات الامريكيه، قال لازم يرجع ويرجع من الناس المقربين والبرجوازيين هذوك وهذيك الاوباش والاوساخ كلها اللي هي تطفو على السطح. هذا الشرط. نساعدكم على حل المشكل بشرط ان يقع تغيير، الان نتكلم في الصميم الموضوع، ان يقع تغيير جوهري في السياسه في الخط السياسي. والخط السياسي من اللي كان خط اشتراكي لابد ان يتحول الى خط ليبرالي. الخط السياسي اللي كان خط نتاع عدم انحياز وخط ضد الاستعمار والامبرياليه لازم يتحول الى خط غربي. الى خط غربي. هذا الشيء اللي راه واقع الان. وقع الان مثلا في الدوله الشقيقه اللي هي كانت تعد من الحلفاء نتاع الثوره الجزائريه، لان في العالم العربي وقعوا اثنين نتاع الاحداث يعني في الواقع، الانقلاب نتاع 52 في مصر وثوره 54 يعني دو دات
52 و54 هذا ما كان. ما الحكاية الفارغة هذيك ثورة نوميري كل شهر فيه ثورة ولا كلام فارغة ما هيش. ما عندهاش يعني ما كانش لها وقع وتأثير على الأحداث وعلى المعطيات السياسية نتاع المنطقة. إذا نرجع للقضية كما قلت لا يجري في المشرق له علاقة بما يجري في المغرب. لأن ما يكفيش يعني الضمان الحقيقي نتاع إسرائيل وجود نتاعها الدائم، لابد من نظام في مصر. في مصر لأنها مصر على كل حال عندها وزن رغم كل النقائص نتاعها. ليجيبت ريبريزونت ان سيرتان بوا سبيسيفيك يعني في الساحة العربية في المشرق. قال لي ضمان الحياة نتاع إسرائيل لابد أن هذه الدولة الكبرى، الدولة العربية الكبرى، لازم تصبح مرتبطة ارتباط عضوي بالسياسة الغربية. هذا اللي واقع لحد الساعة. ربما يقال أن هذا تكتيك، ولكن نتمنى أن يكون تكتيك. لكن ما يجري عمليا يعني يوميا ما أعتقدش أنه التكتيك، ولكن شيء يعني نوع من التحول الاستراتيجي. وش يبقى في المشرق؟ ثورات البعثية. البعثة في فايت يعني البعث ما ينجحش. هذا للواقع. قيادة تاكل قيادة وقيادة تعرف زيت تنحي قيادة وعاملين مشاكل تعرف فارغة كما العراقيين اخوة العراقيين رغم المساعدات نتاعنا معاهم تعرف الوقوف نتاعنا. انا نسالهم يقول لك احنا ضد الكيانات المجهرية. كيانات المجهرية باش تعرف اللي ما يعرفوش العربية مليح يعني هذول الدويلات تعرف لي زيتا ميكرو ميكروسكوبيك. واحد لما واحد يخاف ما ياخذش المسؤوليه نتاعو التاريخيه، احنا نقولوا ان الصراع راه صراع اعمق من هذا، ماهوش مساله كيان مجهري، ويقول لك كيان مجهري. يعني البلده دائما نتاع البعثيين مع الاسف. اذا هذا اللعب نتاع الولايات المتحده في المشرق معناه الاستيلاء على هذه القاعده الكبيره. مره كنت اتكلم مع المرحوم عبد الناصر الله يرحمه، قلت واش يبان لك في يعني النتيجه نتاع هذا من بعد 67؟ شاف فيها وقال لي شوف يا اخ، قال لي تحسب بلي الامريكان راح يسيبوني المره هذه؟ قال لي كانوا سيدوا في واحد الحوته كبيره 15 سنه هما سيدوا في هذه الحوته. قال لي استناوا 16 سنه اليوم سيدوها. قال لي والله ما يطلقوها. هذا من بعد 67. قال لي الحوته هذه هو انا ومصر او مصر. كانت كلمه في محلها يعني 16 سنه هما يصيدوا في هذيك الحوته، جات فرصه اللي استبوها. قال الان ما تلقاكش لازم تفوت المقلع. هذا الواقع. ربما بعض الحين نستعمل التعبيرات الشعبيه، لكن هي التعبير هذاك. اذا الحساب نتاع 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 الغرب خوش غير الولايات المتحده الراسماليه بصفه عامه، لان الامور مرتبطه. يعني قضيه المشرق مرتبطه مثلا بقضيه اسيا في المدة الأخيرة مثلا. الأمريكان خذوا طريحة في على يد المناضلين الثوار الآسيويين. أكبر هزيمة في التاريخ الأمريكي كانت الهزيمة نتاعهم الأخيرة في الهمسينية. منذ الحرب الأهلية، منذ الحرب الأهلية ومنذ حرب الاستقلال، استقلال الولايات المتحدة، هذه أول هزيمة نتاعهم في التاريخ. كل الحروب اللي دخلوها كانت حروب ناجحه، لان حروب كانت تقع خارج الارض نتاعهم والطاقه الحيويه نتاعهم ما كانتش تتمس. يبعثوا ان كور اكسبيديشنير مجموعه نتاع الجيش تروح تحارب في اوروبا مع الحلفاء في اخر لحظه وتنتصر وتجي راجعه. هذه لي اول مره في التاريخ نتاعهم يعملوا حرب ويفشلوا فيها. مثل قضيه يعني المساله نتاع كوريا، لان في النهايه كوريا تقسمت. سياسة واستراتيجية نتاع الولايات المتحدة اللي تبنات بعد الحرب العالمية الثانية طاح منها الحيط. الحيط هذا هو الحيط الآسيوي. إذا وقع انسحاب. الانسحاب هذا ما هي الأرضية نتاعو؟ ما هو المواقع نتاعو؟ المواقع نتاعو اليوم يعني ما سحبوا للمنطقة العربية والمنطقة الإفريقية. لان هذه حيوية يعني اثنين تاع المناطق حيويين جدا بالنسبة للغرب بصفة عامة،
العالم العربي نظرا للطاقات الهائله نتاع الطاقه، ومحتاج للطاقه هذه لمده 30 سنه، والمشكل الاسرائيلي اللي هو مشكل امريكي داخلي، وكذلك افريقيا اللي هي مكمله او مع العالم العربي منطقه تكمل بعضها، وكذلك قربها من اوروبا، من الحلف الاطلسي، ولما تحتوي عليه هذه القاره من مواد اوليه ضخمه وكسوق مهم جدا للبضاعه نتاع الدول الراسماليه. اذا يعني اللي وقع في اسيا في الهام الصينيه هذا له اليوم ارتباط بما الشيء اللي وقع والشيء اللي يقع اليوم في هذه المنطقه. اذا لما قلت قبيله بين الامور مرتبطه ببعض، وانا حبيت باش نتوسع في هذه القضيه حتى ما نشوفش القضيه من 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 واحد من عين لبرة ومن من طاقه ضيقه جدا، لازم نشوفها في الاطار نتاعها، لان العالم اللي نعيش فيه عالم اللي مليان بالعلماء والمفكرين السياسيين والناس اللي يحسبوا ما يحسبوش على مستوى بلد او منطقه صغيره كما انت على المنطقه العربي، ولكن ياخذوا دائما الكره الارضيه. اذا كان رجعنا مثلا او المنطقه نتاعنا زياده على العلاقات الثنائيه سواء بين الجزائر والمغرب او الجزائر او تونس او الجزائر وليبيا، لابد في نفس الوقت حتى نكمل الدراسه او التحليليه هذه نتوسع شويه. مثلا اسبانيا، اسبانيا مرت في هذه المنطقه بظروف اللي تعرفوها، ونظن ماهوش لازم باش نطول فيها. بجانب اسبانيا فيه القضيه نتاع البرتغال. البرتغال لاول مره يعني في ثوره، ما نعرف اذا كانت تنجح ولا ما تنجحش، وعنيفه يعني ان ريفوليسيون باسكو فيولونت اكلات بورت دو لوروب بورجواز، يعني على ابواب اوروبا البرجوازيه، وهذه مسائل ما